مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام مسؤول. النهارده هيبقى عندنا اكثر من حوار واكثر من تقرير، بس النهارده انا هبدا مجالي في العمل الخير. معايا النهارده ضيفه على برنامج كلام مسؤول، الاستاذه منال سعيد صالح، احد الرائدات في العمل الاجتماعي الذي يخدم صالح مصر. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك استاذ سعيد. ابدا سريعا من خلال نظرتك الى العمل الخدمي والجمعيات الاهليه، لماذا سميتي الجمعيه بجمعيه مستقبلنا حلمنا؟ هو ده السؤال بيتطارح في ذهني. لان انا ما حبيتش تبقى جمعيتي لا اسم ديني ولا اتطرق لاسماء ثانيه. احنا بنبص للمستقبل وبنحلم بمستقبل جميل للكل، فسميناها مستقبلنا حلمنا. من هنا كانت البدايه، الفكره الى هذا او هذا العمل نظرة الخدمي. نظره للمستقبل، ان انت بتحلم بمستقبل طيب جميل للمصريين كلهم. طيب ماذا تقدم هذه الجمعيه لخدمه المواطن المصري؟ الحمد لله الجمعيه بتقدم خدمات متعدده، منها كفاله ايتام، مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه، التمكين الاقتصادي للمراه والشباب، تشغيل شباب، عمل معارض. الحمد لله احنا عملنا مع المجلس القومي للمرأة مبادرة عداء ودود، وبفضل الله برضه خدنا مع وزارة التضامن مبادرة السيد الرئيس 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية. أكيد يا فندم، أكيد الجمعية تشغل حيز مجتمعي، وهي بالذات في مدينة 6 أكتوبر. عدد المنتفعين من هذه الجمعية؟ احنا بفضل الله يعني شغلنا مش في اكتوبر بس، احنا شغلنا على مستوى محافظة الجيزة كلها. اكيد يا فندم. انا لاني تلتقطي انفاسك سريعا عشان انت دخلت البرنامج معايا سريعا، انا هروح لتقرير، لان النهارده هنتكلم كله كلامنا عن عمل الخير وعن العمل المجتمعي وماذا يدور خلف العمل المجتمعي من تقنية. هروح معاكم للتقرير الاول اللي بيحكي عن مسجد في قرية عرب درويش أو المهندس بمدينة فقوس شرقية. هنروح نشوف هذا العمل أو هذا التقرير ثم نعود إلى الدكتورة، لنا معها حوار كثير. نروح نشوف التقرير ثم نعود إلى برنامج كلام مسؤول. ان شاء الله عايزين نقوم بالبناء، وطبعا بالمجهود الذاتي كل واحد اللي ربنا قدره عليه دفعه، وعملنا الاساسات زي ما انت شايف والعمدان، وردمنا وناس اتبرعت بالطوب، فان شاء الله منتظرين خير من الناس اللي هتتبرع عشان باذن الله نكمل الصبه. فاحنا بنتمنى من الناس اللي تتبرع، لان مش في مكان تاني غير ده نصلي فيه زي ما انتم شايفين، وباذن الله نتمنى من الله ثم من الناس اللي يتبرعوا ويساعدونا علشان تكميل بناء المسجد، وان شاء الله بعده هنعمل دور تاني لتحفيظ القران باذن الله. جامع ده بنصلي فيه يطلع 5 كيلو وبرنامج الكوره ربنا يمشي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي ساعدنا احنا لحد عملنا لحد كده ووقفنا ما عندناش قدر نعمل، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي ساعدنا في بناء هذا الجامع. احنا اكثر من 150 مصلي بنصلي على الفرشه دي في الساقعه وفي البرد وفي الشتاء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي ساعدنا ومد لنا ايده برعنا بهذا المسجد لله سبحانه وتعالى. والمباني او صبغ العمدان وسملاته والاساسات ديت معمولة
معموله بالمجهود الذاتي من اهل المكان ووقفنا لغايه كده. فاحنا عاوزين من جميع المسلمين اللي شايفيننا دلوقتي واللي هيشوفونا على شاشات التلفزيون يمدوا لنا ايد العون عشان نكمل هذا المسجد، لان بيخدم منطقه كبيره، منطقه هنا تبع منشيه ابو عامر، تبع عرب درويش، عزبه المهندس وعزبه الشهيد مصطفى عبد الرحمن النشاوي. ونرجو من الله ومن الناس اللي هتشوفنا وتسمعنا انهم يمدوا لنا ايد العون علشان نكمل هذا المسجد باذن الله تعالى. ونطلب من جميع يعني الاخوه المسلمين والاخوه المجاورين واللي هيشوفونا على قناه الصحه والجمال انهم يمدوا لنا ايد العون على اساس ان احنا نكمل هذا المسجد. المسجد من الدور الارضي ده ان شاء الله هيبقى المسجد، والدور الثاني هيبقى دار تحفيظ قران وجمعيه خيريه هيجي فيها بعض الدكاتره علشان اتعالج في نفس المكان ده، لان المكان ده اساسا محروم لان جاي بين مركزين، والمركزين فابوس والحسينيه ومناطق معدومه من الخدمات الحكوميه نهائي. فاحنا نرجو من الله تعالى ان الناس اللي هتشوفنا او الاخوه المسلمين هيشوفونا على مستوى العالم او سواء كان العربي او الاسلامي، يعني اقرب مكان بيننا وبين المسجد الثاني حوالي 2.5 كيلو. وبعدين يعني احنا بيجي لنا ناس كبار في السن اهالينا من مكان من اماكن ثانيه، بناخد بوابير بمقاطير ونروح نصلي في الجامع في الجوامع الثانيه بالنسبه لصلاه الجمعه. فنرجو من الله تعالى ومن الاخوه اللي هيشوفونا يمدوا لنا الى عون على اساس نكمل هذا المسجد، وجعلكم الله خيرا للناس كلها. السلام عليكم. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولا اتقدم خالص الشكر والتقدير لقناه الصحه والجمال والقائمين عليها على برامجها الهادفه النافعه التي تدعو الى الله سبحانه وتعالى والى دين الاسلام. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملهم في ميزان حسناتهم، ويتقبل الله سبحانه وتعالى منه ومنهم صالح الاعمال. اما يعني نحن قمنا على بناء هذا المسجد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتم بناؤه على خير، وان يرزقنا الصلاه فيه قبل الممات، وان يجزي كل من تبارك وساهم خير الجزاء. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي كل من تبرع وساهم في بناء هذا الصرح العظيم خير الجزاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المتوسل وتلنا عليه. بداية نحن هنا أهالي عزبة الشهيد مصطفى عبد الرحمن النشاوي، ومن خلال القناة المفضلة قناة الصحة والجمال وكل القائمين على هذه القناة، نناشد جموع العاملين بالدولة وكل المسؤولين أن تنظر نظرة رأف ورحمة بأهالي هذه القرية. حلوة لما نعمر مساجد بيوت ربنا سبحانه وتعالى، يعني من الجميل أن يكون هنالك أناس يبدأون في بناء مساجد، هذا عمل خير. نسأل كل من يجود له نفسه أنه يساهم في هذا المسجد فليفعل. أعود مرة ثانية إلى العمل الخيري مع الدكتورة منال حتى توضح لنا كيف يكون مجال العمل الخيري، وبالذات زي ما شفنا التقرير في بناء المساجد، في علاج، في كل هذه النواحي. العمل الخيري في مجالات كبيرة ومجالات متعددة، بناء مساجد، علاج مرضى، كفالة أيتام، تجهيز عرايس. العمل الاجتماعي كبير، ولو كل واحد اشتغل بما يرضي الله إن شاء الله كل المجالات يعني نكفيها وزيادة. أكيد يا فندم، لكن كيف بدأتي فكنتي من الجمعيات المتميزات في مصر؟ النهارده انت جمعيتك النهارده مستقبلنا حلمنا تضم كفاله ايتام، تضم بناء، تضم مجموعه من الخير، تضم مشغل انا شفته، تضم مجموعه من العمل الخيري، ودور المجلس القومي للمراه في ذلك العمل. يعني وفقتي بين الجمعيه وبين العمل الخدمي ازاي؟ والله احنا جمعيتنا اسسناها في 2014 لما لقينا البلاد بتمر بظروف صعبه، حبينا ان احنا نعمل جمعيتنا اولا علشان الناس يعرفوا يعني ايه وطن، يعني ايه جيش، يعني ايه انتماء لبلدك، يعني ايه مواطنه. عملنا الجمعيه لا على اساس سياسي ولا على اساس ديني،
قلنا ان احنا نكفل الايتام اللي هم محتاجين كفاله، المرضى اللي محتاجين علاج، وفي نفس الوقت الطفل الصغير او النشء الصغير ده نزرع فيه حب البلد. وكانت فكرتنا ان احنا لا عايزين نكفل ايتام البيوت عشان ما تكونش البيوت طاردة للطفل. بدل ما الملاجئ تتملي والشوارع تتملي، قلنا لا احنا الطفل نكفله في بيته مع والدته مع عمه مع اي حد كان قريب ليه، بس اهم حاجة ما يكونش في الشارع. فاحنا قلنا لا نكفل طفل المنزل ايا كان هو مع مين. كفاية ملاجئ مليانة وقنبلة موقوتة، احنا عندنا هنا في اكتوبر يعني دور ايتام كلها قنبلة موقوتة. هل هنالك من المجتمع المدني او رعاية من الحكومة النهاردة في ظل ما تواجهه الأمة المصرية بالذات في اقتصاد في حياة مليئة بالتعب والمشقة النهاردة الفقراء يعانون؟ وأنا من بداية كلمتك هذه يا دكتورة أنا عايز أروح أشوف تقرير هذه الحالة الصعبة الذي قمنا بتصويرها في مدينة فقوس قرية أم عجرم عشان نشوف هل العلاج متوفر لهذه الحالات التي أصبحت تعاني المرض. نروح نشوف التقرير ثم نعود إلى الدكتورة مرة تانية، لأنه دور كبير ماذا يفعل أو تفعل الحكومات والمؤسسات لخدمة هؤلاء. الحالة دي بدأت من حوالي 12 سنة، احنا عندنا نفس الحالة ديت أخوه محمد بقالنا 18 سنة عالجنا فيه شوية وبرضه نفس النظام إنه العلاجات والمناطق الأعصاب والكهرباء زيادة عن المنطقة. إن كان أي دكتور وأي تشخيص وأي حاجة يتوصل ليها إن احنا نرتاح بقالنا 18 سنة دلوقتي 18 سنة قاعدين أخوه محمد وقعد 8 سنين تحت العلاج وتوفى وأحمد ده دفنا بيه الدنيا كلها وحاليا الحاله زي ما هي كده. فاحنا ما بننامش لا ليل ولا نهار. طبعا تشنجات ووضع كده ووصلنا لفرح ووصلنا طبعا اللي احنا فيه دلوقتي بيت على بعضه عاطل. المراه جهه في غيبوبه سكر، العيل نفس النظام ده راجل 36 سنه اخوه قبل كده. اللي هو اللي بدا بمحمد الاول. محمد الله يرحمه وبدا محمد وراه الله يسعدك والحمد لله نعمة الله الحمد لله. انا عايزك بس تقول لدكتور بس توصل كده للعين اللي الارض كانت له. والله والله يسعد ابو بابا جليدك للحباب وبابا اتمنى ان انا مش اكون في البيت من صريخه وانت يتوجع ويوجع في قلبي.
جسمك تبص لبعد الرحمه واليم اللي بعدي يشوف بدايك لي من لبدي يا رب يا رب ما حد يشوف بدايك لي من لبدي يا رب ولا المسيح اللي على غير الدين يا رب انا عايز اقول كلام كتير بس والله ماني قادر مش قادر اللي تعملها عندي ثلاث فقرات في ظهري من السير بساعد بابو احمد الله والحمد لله الحمد لله يا رب خليك تشوف والله يا رب انا راضيه بحبك عليا والله يا رب بس صعب علي محمد تشكر كنت تدس وخلي كنت تدس بابو الحلاوه والطيبه والاخلاق ما عمري جبت كده ولا حتى كملت من الجامع للبيت من الجامع للبيت المرض الملعون نبي كمان سنين وهو نايم ونشير والحب والحب والله ما انت وعدت الكام يا من الصعب أن نرى بكاء أم ومرض يعني أنا يعني كيف يكون لدولة تقوم على القانون وتقوم على المنهجية الصحيحة بتقطع معاش معاق أين المسؤول عن هذا يعني بصراحة هذا من الغرائب والعجائب أننا نكون في أمة مصرية عربية حد معاق يتشال معاشه يعني فين الدولة فين المسؤولين عن هذا دي نظرة إيجابية وسؤال كيف لنا أن نرى دموع أم ومرض ولا تستجيب الدولة لهذا العلاج وكيف يكون العلاج اللي عايز يتواصل مع الحالة رقم التليفون موجود على الحالة نفسها أعود مرة أخرى إلى الدكتورة منال من هذه الحالات يا دكتورة اللي بتعانوها وبتجيلكم بتبداوا ازاي تعملوا ازاي هل الوزارات والحكومات تتدخل معاكم في مثل هذه الاشياء والله والعام الماضي او العام الحالي الرئيس كان بيهتم بالحالات الاعاقه وعمل لهم معاشاته وعمل لهم علاج عنفية الدوله حتى لو القرار نفسه هيتعالج بره بيسفروه بره فالرئيس والدوله والحكومه عملت اللي عليها بس الناس تروح يعني انت بتروح الوحده اللي انت تبعها بتعمل البحث بتاعك بتقدم ورق في الـ في الـ في 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 مجال خدمي الجهه اللي انا رايح لها ما بتخدمنيش او مش عاوزه تخدمني لا او موظفين اروح للاعلى منها لان الرئيس اساسا بيبدي اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصه ولسه الوزيره ماديه قرار الشهر اللي فات بذوي الاحتياجات الخاصه وعامله لهم ايميل على النت لوحدهم لعلاجهم ومعاشاتهم وكل حاجه فالدوله مش مقصره انا عاوز اخدك من الى حوار اخر المراه في مجتمعنا انت في عضو المجلس القومي للمرأة النهاردة دوره وفاعلياته وكيف تتفاعلي مع هذا الدور والله احنا خدنا مع المجلس القومي للمرأة مبادرة اسمها الدهو ودود وبصراحة المجلس مش مقصر احنا دربنا السيدات وعلمناهم فتحنا لهم مجال التسويق يعني الست نفسها دلوقتي بتبقى قاعدة في بيتها وهي منتجة المجلس وفر الخامات ووفر المكن ودربنا السيدات احنا بقالنا سنتين شغالين في مبادره الدهو ودهود انا عايزك في عجاله تتحدث عن الجمعيه بتاعتك وهسيب عشان هخدم بهذا الحوار الشيق اللي هيكون منك في بضع ثواني او دقائق لانه الكنترول عندي انا عندي الاستاذ ناصر سمعني اهو بيقول لي استاذ خلاص الوقت كاد ان ينتهي ف
فانا عاوز كلمتين مجملتين واللي بتعمليه النهارده من اجل خدمه المواطن المصري بالذات في جمعياتك اللي شغاله فيها. احنا الحمد لله هسيب لك الميكروفون بقى دلوقتي مذيعه. احنا الحمد لله جمعيه بتكفل الايتام، بتساعد المرضى، بتساعد ذوي الاحتياجات الخاصه، بتساعد الطلبه، يعني الحمد لله بندخل مع الاسره في جميع المجالات. احنا ان شاء الله الشهر الجاي هنفتتح عياده تنظيم اسره باذن الله في بشتيل مع وزاره التضامن 2 كفايه خاصه بمبادره السيد الرئيس. عاملين طبعا تمكين اقتصادي للمراه والشباب، نوفر فرص عمل، بنكفل الاسر وهي في بيتها كفاله تامه، كفاله ماديه وكفاله عينيه، بنعمل انشطه للشباب، بنوفر فرص عمل. اكيد يا فندم، من هنا سيكون لنا لقاء في الحلقه القادمه مع الدكتوره منال سعيد صالح ووزيرة التضامن الاجتماعي، لأن هو عضو دائم في حضورها للمؤتمرات وجمعيتها من أنشط الجمعيات التي تكون في أكتوبر. من هنا من مكاني من برنامج كلام مسؤول أشكر الأستاذ ناصر الشاهد معد البرنامج على هذا الذي وفره لنا ليكون جهدا عظيما في إعداده لبرنامج كلام مسؤول، وأتقدم بالشكر لكل العاملين في القناة الذي يتيحون لعرض هذه المشاكل التي تمر في المجتمع المصري. كونوا معنا في الحلقة القادمة من برنامج كلام مسؤول.